عادة أشهر الصيف هي الأشهر الأكثر عددا بالنسبة لضحايا السير، يعني لليوم نحن عندنا 179 ضحية خلال هاي السنة، أوكي؟ بنتأمل إنه بالأشهر اللي جاية الأرقام ما تكون كتير عالية، ولكن مثل ما قلت لك عدد الضحايا مرشح للازدياد. سيارة اللي بتكون من غير صيانة اللي دوليبا ما بقى يساعدوها بأنها تتوقف على الطريق بالوقت المناسب، اللي فريماتها فيها مش منيح وإلى آخره، هيدي مسؤولية المواطن أكيد يعمل صيانة لسيارته، وفي إهمال بهالموضوع نتيجة الوضع الاقتصادي بنفهم، ولكن ضعف الإمكانيات المالية ما لازم يكون مبرر لحتى يدفعنا لنعمل حوادث ونعرض حياتنا للخطر وحياة الناس للخطر. بنشوف الناس كيف بسوق سياراتهم، بنشوف كيف بسوق موتوسيكلاتهم، كم شخص بيكون في على الموتوسيكل. دخل علينا عالم التيك توك هلا من جديد، للأسف يستعمل لنقل تلاميذ المدارس، وهيدي في خطورة كتير كبيرة، فكل هيدي العوامل ما بتخلينا نرتاح للمستقبل بمجال السلامة المرورية. قانون السير الذي أقر بال 2012 يتضمن مواد فيما لو طبقت في حينه كنا أكيد وفرنا ضحايا. سجل المروري كتير مهم يلي بيعطي 12 نقطة لكل مواطن، يمنع المواطن من قيادة السيارة إذا خالف وتجاوز مخالفاته الحدود المعقولة. ما في شيء بيمنع الموتوسيكلات اللي عم بتشوفهم يمرقوا وراي أن يحطوا خوذة على راسهم أو يحطوا أولادهم قدامهم، شو بيمنعهم أنه هن يحافظوا على حياتهم وحياة الناس اللي ماشيين على الطرقات ومستخدمي الطرق في الطرقات بشكل عام؟ شو اللي بيمنعنا نكون مسؤولين وما نستعمل التليفون نحن عم نسوق، أو نصف على جنب لنحكي على التليفون؟